الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. واصلي واسلم على من كان القران خلقا له فكان خلقه القران وكان قرانا يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم وبعد ايها الاخوه الكرام والاخوات الفضليات ففي الموسم الثالث من رحلتنا المباركه مع قوانين قرانيه نعود فنبدا اليوم مع قانون القران قانون التعامل مع القران فاذا كان القران وضع قوانين للتعامل مع كل مجالات البشريه في هذا الكون فهنالك قوانين كثيرة يتعامل بها مع القرآن نقف عند بعضها اليوم لذا نتساءل معا مع المتسائلين او نجيب على اسئله بعض من استفسروا وسألوا عن اين قوانين القرآن مع بعض المشكلات التي نحياها في مجتمعنا واول تلك المشكلات والاشكالات بل والمعضلات ان الناس يتساءلون القرآن نزل شفاء ورحمة نعم لكن الأمة في شقاء وتفرق وتعاسة أين الخلل؟ مشكلة فين؟ القرآن نعم بنقرأ أنه نزل تبيانا لكل شيء والأمة في تيه سياسي ودعوي واقتصادي واجتماعي فأين الخلل؟ نعم هناك فتوحات في حفظ القرآن والقراءات والختمات ما شاء الله ده بيختم عشرة وده بيختم ثلاث مرات وده يختم خمسين مرة لكن مع هذه الفتوحات لا تصاحبها فتوحات معرفية أو نهضوية أو سلوكية فأين الخلل كثرة الاضطرابات المجتمعية إشكالات والنزاعات الأسرية والخلافات الزوجية والأفكار المنحرفة داخل الأسرة والمجتمع المسلم بأسره فأين القرآن من كل هذا؟ أصبحت الأمة في حالة تبعية كاملة لغيرها من الأمم في كل شؤون حياتها بل في أخص خصوصياتها حتى المناهج الدراسية إلى العادات الاجتماعية إلى المناسبات والأعياد إلى الأنظمة الاقتصادية والمسارات السياسية والفكرية والانتهاء بالتشبه بالكفار في الأفكار والمظاهر والعادات القرآن فين؟ اين القران من صناعه الامه وحمايتها ووقايتها من تسلل الياس والقنوط الى الكثير من افراد الامه لكثره الانتكاسات والاخفاقات والهزائم فماذا قدم القران لاعاده الامه الى مسارها وهل هناك من قوانين للتعامل مع القران حتى تشفى الامه من امراضها وتقوم من ثباتها وتنهض من كبوتها وتنطلق انطلاقه فتيه جديده نتمنى ان نتعرف على بعض تلك القوانين منطلقات تقنين العمل مع القرآن، فلو أحسنا التقنين في التعامل مع القرآن ستتحول الحياة بأسرها إلى حياة قرآنية، للأسف إذا فشلنا في معاملة القرآن أو في التعامل مع القرآن بقوانينه لا بقوانيننا، بعرفه لا بأعرافنا، بهدايته لا بهدايتنا سننجح إذا فعلنا ذلك. لكن إذا انحرفنا عن قوانينه فمهما حفظنا أو قرأنا أو تعلمنا أو تلونا فإننا لن نكون تبعا للقرآن ولن نأخذ بركات القرآن ولذلك فمن أول القوانين الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في الآية دي فقط أحب أقول لك أن القرآن أصلاً بينزل للقلب مش مكان الذاكرة أصل مكان النزول القرآن القلب وانت عندك قرآن بعدد ما في قلبك من القرآن مش فقط محفوظات بعدد ما في قلبك من القرآن ولذلك يقول تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك مش على محفوظاتك ولا مسموعاتك على قلبك والقلب ده لن يفتح إلا بالتدبر فبالتالي لو أنت اتغرست وغرقت في القرآن في كل ليل ونهار قراءة وفهم وسمع وتسميع وحفظ والقلب مغلق لن تتأثر به ولن تستفيد به لأن ربنا كده قال قال أم على قلوب أقفالها يعني إذا لم يحدث تدبر فالقلوب مغلقة وما دامت القلوب مغلقة فلن يستفيد القلب من القرآن وإذا لم يستفد القلب من القرآن فلن تأتي فوائد القرآن ونفحات القرآن لن تحدث معجزة لأنها تحدث معجزة في القلوب فإذا لم يكن القلب مفتوحا فإن فأن للمعجزة أن تحدث ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وكأنه حصر نزول القرآن في هذه المهمة قال تعالى في المادة الثانية كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي، وكان القران نزل لهذا الامر. وليتذكر اولو الالباب، اذا حدث تدبر يحدث تذكر، واذا حدث تذكر يحدث تعقل، واذا حدث تعقل تحدث انطلاقه. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. ولذلك لما يحدث تدبر الناس يفترقوا الى قسمين قسم يهتدي به وقسم يحرق به قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى من لم يهتدي به كان عليه عمى فلا خيار اذن ولا اختيارات كثيره، فاما ان نهتدي بالقران واما ان نضل بعيدا عن القران، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسجل الله تعالى شكوته في القران الكريم وقال عن, عن هذه الامه في, في حقبات كثيره من من تاريخها وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. دي العله والهجر هجر التدبر، وهجر التفكر، وهجر العمل به، وقبلها هجر القراءة، لكن هي مرحلة مجموعة على بعضها. عندي سؤال، الأسباب التي أوقعت الأمة في هذا المنحدر إيه؟ إيه اللي خلى الأمة تضل عن الطريق وتنحرف عن بوصلتها عن الاهتداء بالقرآن؟ أول حاجة غياب قوانين القرآن عن منصة التحاكم. القرآن يا إخوانا مش عظات وعبر وقصص وكده القرآن قوانين قوانين حاكمة قوانين حاكمة للفرد للأسرة للمجتمع السياسة للاقتصاد للاجتماع تبيانا لكل شيء قوانين حاكمة للمؤسسات والتيارات والدنيا كلها فلما تغيب القوانين لما نتحاكم لما نيجي نحكم في الاقتصاد نرجع الاقتصاد العالمي وقرآن يقول لنا يعني وحال الله البيع وحرم الربا نقول ده كان زمان إحنا تعاملاتنا البنكية القرآن ما يعرفش عنها حاجة دلوقتي ونتحاكم إلى السوء. لما القرآن يكلمنا في الإحسان في الزواج وفي التعامل يقول لك لا دي نسوية والراجل هو الست والست هي الراجل ويودينا في طريق ثالث. لما نتكلم في الجزء السياسي ونحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله بالقرآن فأولئك هم الكافرون. لا اصل احنا في الوقت في منظومه دوليه انت عايز ترجعنا لمش عارف زمن ايه وكان القران ده كان لا يعرف الله تعالى جل في علاه وكانه لم يعلم هذه المستجدات سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقنع علوا كبيرا يعني ابعاد القران عن منصه الحكم بين الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واكبر جريمه تعرضت لها الامه وتتعرض لها واكبر نكبه في هذه الامه الان حرمانها من شريعه ربنا قبل يا أخواننا الاكل والشرب والاقتصاد والسياسه والاجتماع ما في جريمه ما في جريمه بتمارس على الامه الان اعظم من حرمانها من شريعه الله سبحانه وتعالى ان طول ما هي بعيده عن شريعه ربنا سبحانه لن تنجح ولن تفلح ايضا فهم من اسباب ان جزء كبير من الناس فهموا ان اهل القران هم اهل الحفظ فقط الذين يحفظون الحروف وان ضيعوا الحدود وهم الذين يتلون الايات وان لم يفهموا مرادها ودي كارثه كبيره جدا اهل القران خلص موضوعهم لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يؤتى يوم القيامه بالقران واهله اسمع الذين كانوا يعملون به في الدنيا فأهل القرآن هم الذين كانوا يعملون به في الدنيا فالذي يعمل بآية واحدة ومن أهل القرآن أفضل من الذي يقرأ القرآن كله ولا يعمل به أو يحفظ القرآن كله وليس له من سلوكه نصيب فأهل القرآن الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة والعمران فاهل القران هم اهل الذين يعملون به فده تصحيح مفاهيم مش انه شغال في القران او حافظ القران او حافظ حتى القراءات اهل القران الذين يعملون به. ايضا البعض حصر معاني القران فيما كان من تفاسير قديمه وده مطلوب لكن لابد نستدعي المفاهيم لتطبيقها الان. فالله فالقران معجزه كل قرن كما كان معجزه القرن الاول والثاني والثالث فهو معجزه اليوم. القرآن له عطاءات النهارده في قضايانا، القرآن له حكم في امورنا، القرآن يرعى شؤوننا الآن، فبالتالي ما ينفعش نقم، نعم نستفيد بما كان ولكن نستدعي عطاءات القرآن ليومنا لاشكالاتنا لواقعنا، والقرآن معطاء وكلماته لا تنقطع، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ايضا نكمل مع الاسباب فنذكر منها توقف البعض عن عند حروف القرآن ومخارجها في الوقت اللي غفل فيه عن التطبيقات وعن الاحكام وعن الحدود وكل هم الناس وشفت النموذج ده كل همه فقط المخارج طبيعي نتعرف في المخارج لكن ما افضلش طول حياتي كلها واقف عند مخرج الضاد والضاء والدال اتعلمها وانتهى الموضوع فكل حسن كما قال صلى الله عليه وسلم لكن ما تبقاش هي دي قضيتي الكبرى اجيب فسطاتي خيمتي وانصبها عند حرف الضاد او الضاء اتعلمها وانتهي وانطلق مباشره النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في الحديث فوجدهم يقرؤون منهم العرب ومنهم العجم فقال صلى الله عليه وسلم اقراوا فكل حسن صلى الله عليه وسلم لكن نعم نهتم لكن نهتم في التوقيت أن تغيب عنا الاحكام واقامه الحدود والاستقامه على امر دي كارثه كبيره جدا ايضا من الاسباب توقف بعض المسلمين عند الحفظ الايات واحصاء الكلمات وجمع القراءات والبراعه في حصر المتشابهات الحفظ مطلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاميين في القران والاميه في القران لها معنى جميل قال تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني حفظ فالذي يحفظ فقد هو أمي الذي يحفظ دون تطبيق ودون تنفيذ ودون سلوك هو أمي ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا لماذا؟ لأنه لم يفهم ما يحمل لم يفهم ما يعلم لم يفهم ما يحفظ فبالتالي حفظ مرحلة لكن إن توقف عندها كارثة ايضا البعض للاسف الشديد من اسباب ما نحن فيه القران بالنسبه له صوت صوت والكلمات وصناعه الكلمات والصوت والنغم والمقامات ده هو بيتكلم عن حاله فنيه مش على مش حاله تربويه فالقران اصبح نغم بيتلذذ به بي وليس هديا يقتدى به ولذلك أصبح بيبحث عن نعم نتجمل بالصوت لكن الصوت ما بقاش هو كل حاجة أنا مش بسمع أغنية أنا مش بسمع مقام مش قاعد المقام ده ومقام سيكا ومقام نهواند وأعيش مع المقامات هدايات القرآن مش محتاجة كل ده وبالتالي في كارثة كبيرة في التلاعب في, في أن أصبح الصوت عملية نغم القرآن مش نغم القرآن هداية نعم نحسن أصواتنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المبالغة اللي احنا بنشوفها من القراء الآن ودلوقتي بقى أصبحت حرفة وبيتلاعبوا بالألفاظ وبالكلمات ويدخل حتى القراءات كلها بطريقة واحدة ده تلاعب واعتداء على كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا من أسباب حاجة عجيبة جدا أن القرآن أصبح مناسبات عديدة نعم في أضحى مثلا سماعه يعني في واحد مات او الناس او افتتاح ندوه ربما ربما الندوه تحدد له لك افتحها بالقران او عرس هنبداه يبداوه بالقران وبعد كده يقعدوا يعصوا ربنا سبحانه وتعالى او افتتاح مشروع يبنى بالاموال المنهوبه والحقوق المهدره القران مش كده القران مش بروتوكول مش شكليات من الاسباب كذلك استخدام القران للتبرك بمعزل عن احكامي وقوانيني حتى صار طقسا يقوم به الناس وفق عاداتهم الشخصيه او تطلعاتهم الحياتيه يعني ايه يعلقوا في العربيه يحطوا في السياره مش عارف ايه علشان يتقي به السحر والجن والعفاريت وتشفى به الشوارع لكن قلوبنا لا كارثه كبيره جدا أبعدها القران عن دوره طيب العلاج فين العلاج سريعا في هذه النقاط طبعا موضوع محتاج شرح كتير لكن سريعا ما ما على قدر ما نستطيع ان ندرك مفاهيم القران نفهم حاول نفهم القرآن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا مش مجرد أنك تقرأ تبقى بتعمل تفهم تتدبر تعرف تبحث عن الآية اللي تحدث فيك معجزة الآية اللي تنزل إلى قلبك فتغيرك فتزلزلك فتنقلك من الكفر إلى الإيمان أو من الظلم للنور أو من البعد للقرب أو من الجفوة للقرب الله سبحانه وتعالى دي الآية المعجزة الآية المعجزة اللي نقلت سيدنا عمر بن الخطاب من الكفر إلى الإيمان والآية المعجزة التي نقلت طفيل بن عمرو الدوسي بقول هو الله أحد إلى أعلى درجات الإيمان والآية المعجزة اللي انتقل بها الفضيل بن عياض من شدة من, من, أعلى رأس هرم المعصية إلى أعلى رأس هرم الطاعة والقرب نبحث عن الآية المعجزة وانت بتقرأ القرآن تبحث عن آية تنزل إلى قلبك فتزلزل كيانك وتغيرك وتغير تكوينك وتنقلك الله سبحانه وتعالى ده القرآن أيضا بيع على الإمامة إمامة, إمامة القرآن أن أكون له تابعا اتبع ما أوحي إليك من ربك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبا إمام بالصدق للقرآن ماذا قال القرآن في المسألة دي لم يقل القرآن ربنا قال كده ولا لا وخلاص لكن أقول طب هو الحجاب لي طب هو النقاب ليه هو الخمر لي هو الخنزير ليه هو, هو أنا ذكر وهي أنثى ليه فإذا لم يكن القرآن إماما تتبع القرآن كما أمر الله سبحانه وتعالى فلن ننجح ولن نستقيم ولن نهتدي يقول القرآن عمل إيه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى فإن تذكرنا حدثت السعادة والهناء في الدنيا والآخرة إذا السمع والطاعة أيضا التحقق بمنهجية القرآن وحقائقه القرآن له مناهج له قوانين يا أخوانا في قوانين في الأسرة يتعامل معها ولذلك فامساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان في قوانين في الاسره ان المعروف هو سمت في الاسره باسرها في قوانين في الاسره كثيره جدا نرجع لقوانين القران في الاسره في قوانين في الاقتصاد لابد أن ندركها في قوانين في السياسة لابد أن نسير حولها ونسير معها ونسير عليها في قوانين في التعامل المالي اللي احنا كل يوم على الناس عمالة تتشاكل مع بعضها لأنها لم تراعي قوانين القرآن في قوانين اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية فإذا لم نستقم على تلك القوانين متخيلين أن احنا هننجح ونفلح أبدا مرة أخرى القرآن ليس مجرد طقوس ولا مجرد بركات ولا مجرد قصص وحكايات القرآن manzu منظومة لابد ان وقل جاء الحق وزهق الباطل، يبقى الحق لازم ياتي عشان الباطل يذهب، من ينفعش تقول يا بطل على طول، اذا تتحقق بالحق، ولذلك كل كل الحياه في العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لن يهتدي القلب وتستقر النفس الا بالايمان، لن تكون حياه طيبه الا بالايمان، من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه، لن يكون الانسان في طمأنينه في حياته ابدا الا بالاسلام والقرآن وشرع ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لن تستقيم أمورنا ومنتجاتنا وبيوتنا وزراعتنا وصحتنا وولادنا إلا بالاستقامة على القرآن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي قوانين كلها والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الأخلاق السيئة والفواحش والمنكرات مش ممكن الحياة تستقر طول ما احنا بنمارس الكلام ده بمعزل عن القرآن فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذا كل معاني الفلاح ومعاني التقوى ومعاني العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى نفسها قوانين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا مش هيجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى مش هتفتح لي الأبواب الخير أيضا يجب علينا من الحلول أن نحمي الحصون وأن نعد أجيال أجيال ليست فقط حفظة أجيال تفهم القرآن وتعمل القرآن وتعيش مع القرآن هذا ما يجب أن نستعين به الآن ونسير عليه وأن نحمي حصون الأمة الحصون المهددة الآن في عقيدتنا وثوابتنا نحتاج إلى أن نواجه القرآن القرآن كتاب الجهاد فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، مش همسك النصح وقاتل المشركين، اجاهد القران المجرمين بعقيده الاسلام بقوانين القران بمفاهيم القران فاذا لم افهم القوانين فكيف اجاهد بها؟ الانذار به والتبشير كتاب انزلناه اليك وبارك، لماذا؟ هذا الكتاب بشيرا ونذيرا يستخدمه في الدعوه تخويفا وترهيبا ثم ترغيبا، الناس انقسموا الى قسمين، قسم تحقق به فهو يتلونه اناء الليل واطراف النهار يتدبرون الايات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما التعامل مع القران على انه دستور مش مش معارف دستور لابد ان نستقر به ونستمر عليه ونتمسك به والقران حبل الله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران سبب يعني حب طرفوه بيد الله وطرفوه بايديكم فتمسكوا به لن تضلوا ابدا لما تمسكوا بالقران حولهم القران من ذيل الامم الى منصه القياده العالميه في الامم كلها فنالوا الخير كله نالوا الشفاعه يوم القيامه يؤتى بالقران واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سوره البقره وال عمران تنافحان او تدافعان عن صاحبهما هؤلاء تحققوا بالايمان فكان القران به يزداد ايمانا ولذلك كان يقول بعض الصحابة تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما قرأنا القرآن ازددنا إيمانا قال تعالى وصفا المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الناس اللي أعرضت عن المنهج ده وخدوا القرآن أي حاجة طب أي حاجة بعيدة عن التقنين ربنا قال كده والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الناس دي اعتدوا على احكام ربنا بالانكار والتغيير، مش عايزين الحكم ده، طب عايزين ده، لا الحكم ده جميل، الحكم ده نحذفه مقررات، ان الذين يلحدون في اياتنا يلحدون يغيرون ويبدلون لا يخفون علينا، افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ هؤلاء المجرمون يصرفون الناس عن القران، لا يحبون القران، لا يحبون سماع القران، لا يحبون جلسات القران، قديما وحديثا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ولذلك تجد في رمضان مثلا لما يأتي رمضان الناس كلها تسمع القرآن لكن تشتغل مسلسلات وافلام وبرامج كلها ما لا تسمعوا لهذا القرآن تعالوا اسمعونا عينكم ما تغمضش عن عندي دين عننا خليكم معانا هذا هو الصرف المراد واستغنوا بالاحكام الوضعيه فكفروا بها وذهبوا إلى أحكام وضعية وتركوا كتاب الله تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم هؤلاء حرموا شفاعة القرآن هؤلاء أعرضوا عن ذكر الله تعالى فعاشوا الضنك في كل شؤونه حتى وإن ملكوا الأموال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، ليس النسيان هنا الذكر ولكن نسيان عدم التطبيق وعدم الفهم وعدم الاعتبار فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فما ابرز المعينات التي يمكن ان نستدعيها ونعود مره اخرى الى انطلاقه فتيه وفتح جديد وبعث جديد ما هي ابرز تلك المعينات تلك المعينات التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا أذو أعيش مع آية أعيش مع سطرين ثلاثة أعيش مع صفحة سيدنا عمر رضي الله عنه قاعد يحفظ البقرة 13 سنة فكان يحفظ عشر آيات ثم يعمل بها ثم يعرف العشر آيات الأخرى لكننا نحفظ القرآن ونسمع القرآن ونتلو القرآن دون عمل ودي الكرسة الكبيرة أيضا نحن نتمسك بالقرآن إن هذا القرآن سبب وبالتالي لابد ان نتمسك به فما دمنا متمسكين بالقران لن نضل ابدا كما علمنا وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طول المصاحبه القران وانت كل ما تطول مصاحبتك معه يديك اسراره فتصاحبه ليل ونهار تقراه سرا وجهرا تتفكر فيه تتدبر فيه وكل ما عندك من اسئله ستجد القران يعطيك اجابه كل ما تصاحب القران يعطيك فضل. ايضا من الوسائل او المعينات نتعرف على قوانين القران. قوانين القران حتى البرنامج إحنا بنحاول نذكر إن القرآن قوانين، لكن القرآن قوانين ضخمة جداً لن نستوعبها، محتاجين إنت بتقرأ القرآن تطلع قانون ربنا في الاقتصاد وإنت بتتعامل، قوانين ربنا في وإنت غضبان من فلان بنعمل إيه؟ وإنت مع زوجتك بتعمل إيه؟ وإنت مع جيرانك بتعمل إيه؟ وإنت في شغلك بتعمل إيه؟ اقتصادياً القرآن وضع قوانين، إن ضبطنا بالقوانين فالنعمة والهداية والسعادة والرضا والتوفيق والشفاء والرحمة والبيان كما قال الله تعالى في الكتاب. فإن أعرضنا عن تلك القوانين فماذا نحصل إلا الشقاء وإلا التعاسة وإلا الخلاف. القرآن نزل لمن أقبل عليه وعمل به، فمن عمل به أجر وهدي إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عنه عاش الضلال وعاش الشقاء وعاش العقوبة. يا إخواني القرآن هذا نقل أمة أسوأ منا مليون مرة من ضلالها إلى الهدى. ومن التفرق إلى الوحدة، ومن الضعف إلى قوة ومن التخلف إلى ريادة العالم بسم الله حينما قرأوا باسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا ممكن أن نبدأ اليوم، ممكن أن يفتح لنا اليوم، وممكن أن ننطلق انطلاقة جديدة اليوم ولكن بشرط أن نعود إلى القرآن تفكراً وتدبراً ومصاحبة وفهماً ودراسة وعلماً وصحبة، هنالك ساعتها تتغير الدنيا. وياتي الفتح وياتي النصر وياتي التوفيق انه كتاب الله تعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الدعاء دائما باب لا يغلق ومن الادعيه التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته